يوسف شاهين الغانم بنادي كاظم احييكم. احمد العصفور معلق مباراه الكويت والنصر ضمن بطوله كاس الاتحاد الكويتي لكره السله المباراه الاخيره في كل مجموعه اليوم، يعني اليوم نهاية الدور التمهيدي. اسماء فريق نادي النصر امامنا: منصور الدلوي، محمد ماجد، سعد الرفاعي، بدر العتيبي، عبد العزيز مولي، سلمان الريح، راشد مسعود الصالح، احمد نايف، محمد عبد الله ناصر، رسام المطيري، ومحمد نبيل السيسي، محمد سالمين، مدرب جورجي كنززيف، والمساعد احمد صقر. بالنسبه لفريق الكويت: يوسف الحمدان، محمد عدنان، حسين الخباز، عبد الله الشمري، مساعد العتيبي، عبد العزيز الفضلي، فهد الظفيري، احمد المطيري، فهد السبيعي، علي الهدهود، مصطفى الرفاعي، عبد الرحمن الجمعه، ومدرب فانيا ديوشه، مساعده فهد الرديبه. ولقاء مهم للفريقين ايضا اليوم، طبعا في اربع لقاءات، لقاءين مهمين في المجموعه الاولى اللي هو امامنا. اللقاء الاول البدايه لفريق الكويت صاحب اللون الابيض والعنابي، النصر العنابي، اللون العنابي، والبدايه لفريق الكويت. الخباز مقطوعه اقرب لبدر العتيبي. الفائز من هذا اللقاء يتأهل للنصف النهائي. أيضا في صالة نادي الكويت اليرموك والجهرة، الفائز يتأهل للنصف النهائي. بعد هذا اللقاء في صالة نادي كاظمة العربي وصلابيخات، أيضا العربي لازم يفوز عشان يتأهل فوز وصلابيخات. راح تدخل ثلاث فرق في حسبة، لكن احنا نتكلم عن لقاءنا اليوم، لقاء الكويت والنصر. ما يقبل القسمة على اثنين ولا يقبل القسمة على ثلاثة، لأن الفائز يتأهل، الفائز من الفريقين يتأهل. خاصة بداية الموسم كان النصر في الدور التمهيدي فاز على الكويت، هو الفريق الوحيد اللي فاز على الكويت في الدور التمهيدي النصر. وأول نقطتين لمحمد نبيل السيسي، والخطأ على عبد الرحمن جمعة، نقطتين لنادي النصر. هذه أيضا يسجلها الأندوان، الرمية الإضافية يسجلها محمد نبيل رقم 14. ست فرق في المجموعة هذه بالإضافة الكويت والنصر، اليرموك والجهرة، هناك الشباب والتضامن. الشباب والتضامن خلاص انتهت يعني فرصهم للتأهل. وأول نقطتين لفريق الكويت عن طريق عبد الله الشمري. يبقى الأربع فرق الثانية في المجموعة الثانية. كاظمة تصدر المجموعة، ثلاثية عن طريق منصور دلوي، ثلاثية وأول ثلاثية في هذا اللقاء. في المجموعة الثانية قد تأهل كاظمة بست نقاط، فاز في ثلاث لقاءات، يتبقى لقاء أخير العربي و الصلابيخات. نقطتين أيضا لعبد الرحمن جمعة. آخر لقاءين للفريقين. الكويت فاز على اليرموك الجولة الماضية يوم الأربعاء 86-52. نقطتين لي أيضا عبد الله الشمري، تعادل 6-6. هذا عبد الله الشمري. منصور دلوي، منصور، محمد ماجد، محمد ماجد تحت السلة ويلف ويسجل. محمد ماجد عنده فوتورك ممتاز، تحرك تحت السلة بشكل سليم وجميل ويسجل نقطتين. خطأ على عبد العزيز المولي. هذه اللعبة اللي فيها خطأ. إذا نتكلم عن حظوظ الفرق، حظوظ الفرق طبعا لأن كل فريق الآن عنده سبع نقاط، الكويت والجهرة واليرموك والنصر. ثلاثية عن طريق عبد الله الشمري أقرب لي المولي، عبد العزيز المولي هو اللي على الريباوند، هو اللي يستحوذ عليها. هجمة للنصر، بدر العتيبي، محمد ماجد، بدر العتيبي، ثلاثية عن طريق بدر العتيبي خارج الملعب، تلمس الحلق إلى خارج الملعب. النصر عنده بطولة واحدة بكأس الاتحاد، الكويت عنده تسع بطولات وصاحب أكبر رصيد هو القادسية ب 25 بطولة. يلي العربي والكويت تسع بطولات، الجهرة وكاظمة ثلاث بطولات، الساحل بطولتين، و النصر الساحل بطولة والنصر بطولة.
ما هي بطولتين. خطأ على بدر العتيبي 7. شوف هذا الخطأ، احتكاك دخول فهد الضفيري، نقطتين فهد الضفيري عنده أند ون. أول نقطتين لفهد الضفيري، هذا فهد الضفيري أول نقطتين له في اللقاء. يسجل الرمية الإضافية فهد الضفيري. بدر العتيبي، محمد ماجد، محمد نبيل، خطأ هجومي على محمد نبيل، خطأ صحيح. عبد الرحمن الشمري احتسب خطأ على محمد نبيل. شوف هذا عبد الرحمن الجمعة على الأرض نتيجة خطأ هجومي. شوف اللعبة، فيها ضربة طبعا من محمد نبيل إلى عبد الرحمن الجمعة، بالتالي سلامات، قام بالسلامة. هذا عبد الرحمن الجمعة موجود، خطأ أول على محمد، خطأين محمد نبيل. ثلاث نقاط. حسين الخباز، عبد الله الشمري، عبد الله خارج الملعب من عبد الله الشمري. الكويت بطل الدوري، النصر كان الرابع بالدوري، الاول الكويت، الثاني كان كاظمه، الثالث الجاره، الرابع النصر، الخامس العربي، والسادس القادسيه. القادسيه طبعا كان في المجموعه الثانيه اللي ضمت كاظمه والعربي وصلابيقات والساحل، طبعا سحب القادسيه بعد الجدول، وبالتالي تمت المجموعتين كما هي، 6 فرق في الاولى و4 فرق بالثانيه. هجمة ضائعة للنصر، سريعة لفريق الكويت، والخطأ على محمد ماجد برميتين الآن. هذا عبد الرحمن الشمري 5، خطأ برميتين، والأخطاء على فريق النصر. أربع أخطاء على فريق النصر، 4 أخطاء، وبالتالي جزاءات الآن. اي جزاء او اي خطا جزاء رميتين. خروج محمد نبيل ودخول محمد سالمين العجمي بديل، هذا عبد الرحمن الجمعة على التنفيذ. سجل الاولى، 3 نقاط. عبد الرحمن الجمعة طبعا ممكن يسجل أكثر، 4 نقاط الآن لعبد الرحمن الجمعة، والبداية أفضل. شوف الساعة ما تمشي حتى يلمس اللاعب الكرة، بالتالي لما لمس بدر العتيبي الكرة اشتغلت، هذا اللي نقول احنا 10 دقائق ملعوبة. منصور دلو النصر، المولي عامل له ستارة، عامل له بلوك، محمد ماجد، المولي في طريقها بالخروج وهو المتسبب، هذا المولي. شوفها مره ثانيه مخرجنا، شوف عشان نوضح اي فرصه نشوف اللعبه. شوف الان من المست المولي وهو خارج الملعب، وبالتالي على المولي، عدلها الحكم. شوف منصور دلوي، نقطتين لمنصور دلوي، 5 نقاط. منصور في التسجيل حتى الان، في طريقه طبعا تسجيل اكثر، 11-10 لفريق الكويت. 5 دقائق مضت، 5 دقائق متبقية من الفترة الأولى. فهد الضفيري، تلمس قدم محمد سالمين، الحكم يطلب تجديد، لكن إلى 14 ثانية، بالسابق كان 24، الآن 14 ثانية في المنطقة الأمامية. أي تجديد في 14 ثانية. عبد الله الشمري، حسين الخباز، فهد سبيعي، فهد ونقطتين، خطأ نقطتين لصالح فهد سبيعي، عنده رمية إضافية فهد سبيعي. شوف هذه اللعبة،
شوف دفعة من محمد سالمين. إذن أول نقطتين لفهد وعنده أند ون. فهد الموسم الماضي كان مع فريق العرب، الموسم هذا مع الكويت السابق طبعا، هو نجم نادي القادسية والمنتخب الوطني. سجل الرمية الإضافية 14-10، الفترة الأولى من اللقاء المهم، لقائين مهمين في صالة نادي الكويت اليرموك والجهرة. وأمامنا الكويت والنصر، محمد سالمين ومنصور، منصور دلوي خارج الملعب من عبد الرحمن جمعة. هذا عبد الرحمن جمعة خارج الملعب، 14 ثانية لفريق النصر. لعبها بقوة، لمسها منصور باك زون طبعا، رجع الكرة المنطقة الخلفية، رجع الكرة المنطقة الخلفية طبعا تحتاج إلى ثلاث شروط. الحيازة طبعا كانت حيازة لفريق النصر، وآخر واحد لعبها المنطقة الأمامية هو بدر العتيبي، أول واحد يلمسها في المنطقة الخلفية منصور جلوي. إذن الشروط كلها تطابقت، وبالتالي إرجاع الكرة المنطقة الخلفية قرار صحيح. تحت السلة حلوة من الخباز إلى عبد الرحمن جمعة، 16-10. في الدور التمهيدي تقابل النصر والكويت، فاز النصر 69-66. خطأ على عبد الله الشمري، خطأ على عبد الله الشمري، هذا عبد الله الشمري خطأ. في الدوري الممتاز لقائين فاز الكويت، هذا اللقاء الرابع هذا الموسم بين الفريقين. إذا فاز النصر تعادلون بالفوز، وإذا فاز الكويت راح يكون 3-1، يعني 3 مرات فوز مقابل فوز واحد لفريق النصر. محمد ماجد الضيع، والخطأ على محمد ماجد، خطأ على محمد ماجد، خطأ برميتين الآن، رميتين، هذا محمد ماجد خطأين، أخطاء كثيرة على فريق النصر. وأنا شايف حتى اليوم يغيب عنه يوسف عقاب للإصابة. شوف هذا الخطأ اللي احتسب على محمد ماجد، أخطاء كثيرة انحسبت على فريق النصر، يعني حتى الآن 6 أخطاء 7 أخطاء على فريق النصر مقابل خطأين على فريق الكويت. طبعا ما هي مقياس لكن احتسبت. ضاعت الأولى من عبد الله الشمري، ويسجل الثانية 17-10 النتيجة. محمد ماجد سلمها لعتيبي صانع الألعاب، البوينت جارد كما يسمى بمصطلحات السلة. لعبها منصور تحت السلة، محمد سالمين، نقلات جميلة من النصر ومحمد سالمين، أول نقطتين. فهد الضفيري، فهد ومع المولي، دخول سبيعي ثلاثية، أكثر من لاعب تاركها، ويتابعها عبد الله الشمري، متابعة ناجحة لعبد الله الشمري ب7 نقاط. 19-12 فترة أولى، متبقي 2:52، منصور دلوي ثلاثية سريع للخباز، نقطتين حسين الخباز. وقت مستقطع لفريق النصر، أول وقت مستقطع في هذا اللقاء. شوف اللعبة الماضية، وخرجنا حسين قنبر طبعا، معنا حسين قنبر اليوم وطاقم التصوير والفنيين كل الشكر على هذا المجهود، والله يعطيهم العافية وجودهم ونقلهم الصورة. أيضا الفنيين اللي معنا موجودين في سيارة النقل على هذا المجهود الطيب، على هذا الجهد المبذول في نقل المباراة بهذا الشكل. نبي اللقطة اللي قبل، يعني كان في أثناء تصويب منصور طبعا مطالبة بخطأ، لكن مجرد توضيح، الإعادة فيها فائدة واستفادة، إن كان لنا إحنا إن كان للمشاهد يتابع. الكويت يتقدم
في آخر دقيقتين واحد واربعين ثانية على النصر 21-12. طبعا قلنا الفائز من هذا اللقاء يتأهل وأيضا الفائز من لقاء الجهرة واليرموك يتأهل، يعني أربع فرق عندها سبع نقاط. الكويت فاز على اليرموك، النصر فاز على الجهرة، الجهرة فاز على النصر، والنصر فاز على الجهرة والجهرة فاز على الكويت، يعني أربع فرق كل فريق غالب الثاني، وبالتالي كل فريق عنده سبع نقاط من أربع مباريات. اليوم مباراة الخامسة، صاحب التسع نقاط هو اللي يتأهل بالخطأ إلى خارج الملعب من محمد سالمين. عبد الرحمن الجمعي صوب وسعد الرفاعي بالرباوند، لكن يقطعها منه فهد الضفيري إلى خارج الملعب. بدر العتيبي، محمد سالمين النصر، محمد سالمين مع ثلاثة، سعد الرفاعي مقطوعة خارج الملعب من فهد الضفيري. متبقي ثلاث ثواني على ساعة التصويب، يعني ساعة 24 ثانية الآن اسمها بمصطلح قانون كرة السلة ساعة التصويب. بدر العتيبي وثلاث ثواني، نهاية الوقت، نهاية وقت ال 24. هجمة لفريق الكويت، فهد الضفيري، دخول ضايعة محمد سالمين، بدر العتيبي والخطأ على فهد، خطأ على فهد سبيعي، أوقف اللعب، خطأ عادي طبعا، خطأ شخصي عادي، شوف شخصي عادي، ما هو محمد ماجد، منصور دلوي، بدر العتيبي، محمد سالمين، محمد سالمين يصوب، لا زالت مع محمد سالمين، وخطأ على عبد الله الشمري، خطأ على عبد الله الشمري، أسامة شوقي حكم واللي احتسب الخطأ، بالرغم من وجود، شوف اللعبة، شوف في حكم تحت السلة، يعني كان المفروض هو اللي يحتسب هذا الخطأ، قريب من اللعبة، قريب، يفترض حكم حسب توزيع الملعب والحكام، احنا ما ودنا نتكلم عن التحكيم، لكن احنا مجرد توضيح للمشاهد، يعني حسب توزيع حكم اللي تحت السلة أقرب وشايف اللعبة، يجب عليه أنه هو اللي يحتسب الخطأ. يسجل أولى محمد سالمين، ثلاث نقاط لمحمد سالمين. أربع نقاط محمد سالمين العجمي، هذا محمد سالمين 14-21. طبعا النتيجة لا زالت دقيقة و11 ثانية متبقي، فترة أولى نلعب معانا ثلاث فترات 30 دقيقة. فهد، فهد الضفيري، ثلاثية من فهد الضفيري بعيدة أقرب لي سعد الرفاعي، سعد دخول مقطوعة من الخباز، حاول يوصلها لمنصور لكن الخباز كان أسرع، قطعها وخارج الملعب، لكن يعيدها إلى الخباز عبد الرحمن جمعة، عبد الرحمن جمعة، خطأ على محمد سالمين. نشوف اللعبة مرة ثانية، يعني محمد سالمين كان واقف على الأرض، شوف اللعبة مرة ثانية، شوف محمد سالمين واقف، محمد سالمين واقف، محمد سالمين واقف، والمشاهد يحكم، شوف محمد سالمين كان واقف والاحتكاك، شوف مطالبة بخطأ
هجومي من حقهم طبعا. محمد سالمين كان واقف على الارض وبالتالي كان ماخذ وضعه الدفاعي. رميتين لي عبد الرحمن جمعة، سجل الاولى عبد الرحمن جمعة 7 نقاط حتى الان. عبد الرحمن جمعة الثانية ايضا يسجلها 8 نقاط. عبد الرحمن جمعة 4 رميات سجلها جميعها، 8 رميات. الكويت سجل 7 من 8. 33 ثانية محمد سالمين تضيع، فهد سبيعي 20 ثانية أخيرة في الفترة الأولى. 23-14 ثلاثية من فهد لمحمد سالمين والخطأ، خطأ على محمد عدنان. اكتساب الأخطاء حسب القانون لازم يجب أن يكون هناك احتكاك في الخطأ الشخصي. سجل الأولى سالمين، يعني مو أي احتكاك يتم احتسابه، بالتالي حتى يعطي فرصة للعب، لأن أي احتكاك بأي شكل إذا احتسب خطأ بالتالي راح اللاعبين كلهم يطلعون 5 أخطاء. دخول منصور ضاعت، محمد ماجد يصوب وتضيع، 3 فرص كان ممكن تسجل وتصويبه بعيدة من الخباز. نهاية الوقت، نهاية وقت الفترة الأولى. أعزائي المشاهدين، الكويت يتقدم 23-16. هذا محمد سالمين، أول موسم له مع النصر. الموسم السابق الماضي كان مع القادسية، نادي الأصلي محمد سالمين لاعب نادي القادسية. الموسم الأول له مع فريق النصر. شوف هذه اللعبات الحلوة اللي كانت ما بين القباز وما بين عبد الرحمن جمعة. اللاعب لازم يشوف الملعب بالكامل، شوف اللاعب اللي فاضي، شوف اللاعب اللي ماخذ وضعية أفضل للتصويب أو التسجيل. طبعا هذه كلها فنيات في التدريب، وأيضا اللاعب يجب عنده يكون عنده، شوف هذه اللعبة اللي تكلمت عنها، الفوتورك مال محمد ماجد أيضا عنده فوتورك جميل، يعني تحرك بشكل سليم. الفائز من لقائين اليوم الكويت والنصر الجهرة واليرموك يتأهل، يعني إذا فاز الكويت وفاز الجهرة، الجهرة الأول الكويت الثاني. إذا فاز النصر وفاز الجهرة النصر الأول، إذا فاز اليرموك وفاز النصر اليرموك الأول، إذا فاز اليرموك وفاز الكويت الكويت الأول. حوسة هذا مراقب المباراة، الحكم الدولي حافظ الحلبي ومعه أيضا حكام الطاولة محمود العماني ومدحت محمد وأيضا سمية علي المسجل وعفاف توفيق مساعد المسجل. بداية الفترة الثانية وسهم الحيازة المتبادلة لصالح نادي النصر. محمد ماجد أول لعبة، وسعد الرفاعي كان ممكن يعملها دنك، كان ممكن يسجلها، ضاعت. الخباز
سعد العتيبي مجهود طيب. سعد الرفاعي عامله في الملعب، هو شقيق مصطفى الرفاعي اللي في نادي الكويت. محمد ماجد تحرك سليم من محمد ماجد، قلت لكم محمد ماجد عنده فوت وير سليم وعنده تحرك سليم ودخول بشكل سليم في لقاءين الدوري الممتاز. اللقاء الاول الكويت فاز على النصر 80-69، اللقاء الثاني 105-65، لكن بالتمهيدي النصر فاز على الكويت 69-66. فوزين مقابل فوز، فوزين لفريق الكويت مقابل فوز لفريق النصر. خارج الملعب من فهد الضفيري، خارج الملعب حاول يصوب خارج الملعب. هذا حسين الخباز ثلاثة وعشرين 18 في أول دقيقة وثلاث ثواني من الفترة الثانية. هذا أحمد المطيري محمد ماجد، حتى الآن متألق محمد ماجد، ثلاثية عن طريق سعد، يرجع سعد هو اللي يقطع الكرة، يعني أضاع ثلاثية لكن عدل وضعيته و قطع الكرة قبل ما يستفيد منها فريق الكويت. في هجوم سريع، هجوم خاطف، وهذا منصور قلوي، منصور إلى محمد سالمين على الواقف، محمد سالمين متابعة من منصور وخطأ على عبد الرحمن جمعة، خطأ على عبد الرحمن جمعة، خطأ. خطأ على عبد الرحمن جمعة. هذا عبد الرحمن جمعة طبعا محتج على الخطأ به. سلامات فهد الضفير، شوف هذه اللعبة، شوف فيها دفعة طبعا واضحة، دفعة واضحة من عبد الرحمن. طبعا هو يقول ان في لاعب مصاب، اللي هو نشوف اللاعب المصاب فهد الضفير. شوف نشوف يعني الكاميرا الثانية، ايوه هذا فهد. سلامات فهد الضفيري، سلامات لفهد الضفيري. احنا ما شفنا طبعا الاصابه، لكن هو مصاب والحكم اوقف اللعب لدخول بديل، دخول احمد المطيري ودخول ايضا مساعد العتيبي وعلي الهدهود، ثلاث لاعبين دفعه واحده داخل الملعب، واحد بديل لعبد الرحمن جمعه والثاني بديل ايضا لعبد الله الشمري وبديل ايضا لفهد الضفيري، يعني ثلاث لاعبين وفهاد سبيعي، يعني الثلاثة، لكن دخول مساعد العتيبي هو بديل لفهد الضفيري نتيجة الإصابة. بانتظار طبعا تويست انكل، كابتن عنده تويست انكل، لف الانكل معه والامور طيبه حسب ما طبعا المعالج. نطمن اهله، نطمن محبين. وفهد، هذا فهد، سلامات فهد الضفيري، لف معه الانكل. فبس حبينا نوضح لكم كمشاهدين ان ان شاء الله اصابته سليمه وخفيفه ان شاء الله، حسب ما افادنا الدكتور، دكتور نادي الكويت يقول دونت وري، خفيفه ان شاء الله ويرجع ويعود ويكمل مع زملاء المباراه. خطا على منصور، خطا على منصور قلوي، الخطا الاول على منصور صاحب الخمس نقاط. اخطاء كثيره تنحسب، يعني شوف يعني احتكاكات ما تستجب كل هذه الاخطاء. وعلي الهدود نقطتين، علي الهدود نقطتين، واول نقطتين لعلي الهدود، أول نقطتين لفريق الكويت بعد دقيقتين من الفترة الثانية عن طريق علي الهدود. منصور أحمد المطيري، علي الهدود، ساعد العتيبي، علي الهدود، ضاعت تصويبة علي الهدود، لفت على الحلق
وطلعت. طبعا القانون يقول تدخل السله وتخترقها، لازم تخترق الشبكه. ومحمد ماجد لمحمد سالمين، وعلى الواقف ايضا نقطتين محمد سالمين، والله يعفي عليك محمد سالمين، يعني مجهود. مسجل حتى الان 8 نقاط محمد سالمين، ومخالفه على علي الهدهود 20-25. ما في شيء اسمه انتهى بالسله، يعني السله لعبه الثواني، لعبه التسجيل وخروج محمد سالمين. 8 نقاط حتى الان سجل محمد سالمين مقابل خطئين. دخول محمد نبيل، شوف هذه اللعبه ما هي باينه. محمد ماجد والخطأ على محمد عدنان. محمد ماجد مقدم مستوى طيب حتى الآن. عنده محمد ماجد، شوف عنده تحرك سليم، يعني واحد على واحد يقدر يتحرك، وبالتالي خطأ، والخطأ جزاء رميتين من مكان تنفيذ الجزاءات. ضاعت الأولى، أول رمية تضيع من فريق النصر. 5 رميات سجلت كلها، هذه السادسة، وأول واحدة تضيع بالفترة الثانية الأولى. كل الرميات سجلت، ومحمد ماجد يسجل الثانية أيضا، 5 نقاط. محمد ماجد 21-25. أحمد المطيري، محمد عدنان، متابعة ما بين الهدود، محمد عدنان ينهيها بنقطتين، متابعة لمسة من محمد عدنان بنقطتين، متابعة. منصور دلوي النصر، محمد ماجد، دخول محمد ماجد والخطأ، خطأ على محمد عدنان، 3 أخطاء على محمد عدنان، وعنده نقطتين. شوف هذه اللعبة، يعني اللي يحتسب الخطأ الحكم المتأخر، مع أن في حكم متقدم تحت السلة هو أقرب لاحتساب الأخطاء في مثل هذه الحالة، خاصة اللعب متوجه أمامه وهو مسؤول عن هذه الأخطاء واحتسابها، باينة تكون أوضح من الخطأ من الحكم اللي يكون بنص الملعب. رميتين لمحمد ماجد، ضاعت الأولى أيضا نفس المرة الأولانية، الأولى تضيع. واحد 27-27، فترة ثانية من اللقاء المهم، يسجل الثانية، 6 نقاط. محمد ماجد ضيع رميتين وعنده خطأين. أحمد المطيري، خطأ برميتين، ضاعت الأولى من الهدهود، سجل الثانية الهدهود، 3 نقاط. منصور، محمد نبيل، سعد الرفاعي، ثلاثية ناجحة لسعد الرفاعي. أول ثلاثية لسعد، ثاني ثلاثية للنصر، ولا ثلاثية حتى الآن لفريق الكويت. 25-28. الخباز، منصور، مساعد، هذا مساعد العتيبي، والخطأ على محمد نبيل، خطأ على محمد نبيل. شوف هذه اللعبة، خمسة وعشرين 28 النتيجة. خطأ الثالث على محمد نبيل، نماني تكلمنا عن الأخطاء، تكلمنا عن الاحتكاكات الثلاثية عن طريق عبد الله الشمري.
31 في 25 هذا عبد الله الشمري اول ثلاثيه لفريق الكويت عن طريق عبد الله الشمري. بدر العتيبي ايضا يرد بثلاثيه، اول تسجيل لبدر في المباراه بثلاثيه. بدر العتيبي شقيق مساعد العتيبي لاعب الكويت، ثلاثيه من عبد الله الشمري لكن تعود من احمد الشمري. مساعد العتيبي شقيق بدر، نقطتين لعبد الله الشمري، 12 نقطة لعبد الله الشمري في المباراة حتى الآن، وعنده خطين 33 28. بدر محمد سالمين، محمد سالمين تلمس الحلق لمحمد ماجد، ومحمد ماجد يصوب و هجمة الكويت. مساعد العتيبي نقطتين لمساعد العتيبي 35 28 4 دقائق 30 ثانية المتبقي. محمد ماجد، منصور، محمد سالمين نقطتين ايضا، محمد سالمين 10 نقاط حتى الان 30 35. احمد المطيري خارج الملعب من على الهدود، هذا على الهدود مجموعة شباب في فريق نادي الكويت، وأيضا مجموعة لاعبين خبرة، أحمد المطيري، حسين الخباز، فهاد سبيعي، عبد الله الشمري، عبد الرحمن الجمعة، مجموعة الشباب على الهدود. مساعد العتيبي، مصطفى الرفاعي، مجموعة طبعا ما ننقص من قدر الباقي لكن كلهم اصحاب خبره. مقطوعه من سعد، ستيل لاحمد المطيري، مساعد العتيبي لاحمد المطيري على الثلاثيه. احمد المطيري ثلاثيه، احمد المطيري اول ثلاث نقاط لاحمد المطيري في المباراه 38 30 اخر ثلاث دقائق ونص بالفتره الثانيه. بدر العتيبي وشقيقه مساعد، منصور، سعد، متابعة أسرع لفريق الكويت خارج الملعب، أسرع لكن إلى خارج الملعب. يعني عادة الكرات اللي مثل هذه تلعب إلى الجنب، ما تلعب إلى إلا إذا كان لاعب متوجه، طبعا هو هذا اللي احنا نعرفه في السلة. طويلة على مساعد العتيبي كانت. بدر العتيبي، محمد سالمين على الواقف، هو صوب على الواقف محمد سالمين، ما بين أحمد نايف وبدر، ضيع خارج الملعب من بدر، حاول أحمد نايف وصلها لبدر العتيبي لكن ضاعت، وهذا الخباز، هذا بدر العتيبي 38 30 دقيقتين 50 ثانية المتبقي. خارج الملعب من أحمد المطيري. شايفين أحمد المطيري لاعب الخلوق طبعا يحلف يقول والله مو مني، لكن طبعا احتسبت على أحمد المطيري. محمد سالمين، سعد الرفاعي نقطتين، خمس نقاط لسعد. الخباز نقطتين، اربع نقاط للخباز، هذا الخباز اربع نقاط. المولي، احمد نايف، النصر، بدر العتيبي ثلاثية، ثلاثية ناجحة لبدر العتيبي الثانية، ست نقاط بثلاثيتين بدر العتيبي. الخباز ثلاثية أقرب لسعد 35 40. بدر العتيبي، المولي، عزيز المولي، أحمد نايف العنزي،
بدر العتيبي شوف عامل له طريق محمد سالمين، المرة هذه ضاعت يا سالمين، خطأ على محمد سالمين، دفعة نشوف مصطفى الرفاعي بديل، شايفين هذه اللعبة بالبطيء من محمد سالمين، دفعة واضحة لمحمد سالمين، ثلاث أخطاء وتعب محمد سالمين، تعب الله يعينه. هذا محمد سالمين 10 نقاط ثلاث أخطاء، ومحمد نبيل بديل لسالمين أيضا، محمد نبيل 3 نقاط وثلاث أخطاء، يعني 5 أخطاء يودع أي لاعب، 5 أخطاء شخصية أو فنية أو سوء سلوك يغادر الملعب. مصطفى الرفاعي، ساعد العتيبي، حسين الخباز، ساعد ثلاثية، والمتابعة للهدهود، ولا زالت المتابعة، لا زالت أكثر من لاعب، وخطأ على أحمد نايف، خطأ لأحمد نايف، خطأ أول لأحمد نايف، ورميتين لعبد الله الشمري. ذكرنا طبعا الكويت عنده مزيج من لاعبين الخبرة والشباب، شوف هذه اللعبة، أحمد نايف الخطأ واضح، أحمد نايف خطأ، هو معترف رافع إيده، روح طيبة من اللاعب أيضا لما يعترف بالخطأ، القليل يعترف بالأخطاء وهو عنده خطأ واحد، طبعا ما يبي الخطأ يكون على لاعب ثاني، لأن اللاعبين اللي عنده 2 واللي عنده 3 من فريق النصر، سجل الأولى عبد الله الشمري 13 نقطة، دقيقة وثانية ضاعت الثانية، أقرب لعبد العزيز المولي، أحمد نايف ومصطفى الرفاعي، محمد نبيل، بدر العتيبي، بدر ثلاثية بالحلق، ترجع لبدر، لامس الخط واضح انه لامس الخط، بدر العتيبي واضح، 38 ثانية، 41-35، ثلاثين ثانية متبقي، ساعد العتيبي، خطأ هجومي على مساعد لأحمد نايف، نشوفها مخرجنا حسين قنبر مخرجنا اليوم، نشوف اللقطة، شوف هذه اللعبة، شوف واضح أن أحمد نايف هو ماخذ وضعه، وبالتالي بدر العتيبي هو من نزل عليه، مشكور مخرجنا على إعادة اللقطة والتوضيح، وبالتالي وقت مستقطع الآن لفريق النصر، وقتين مستقطعين خلصهم فريق النصر، النصر عنده وقتين مستقطعين، الكويت عنده وقتين، الكويت ما استفاد منهم، طبعا ما راح ترحلون معاه، عنده بالنص الثاني راح يكون معاه 3 أوقات مستقطعة، كل فريق يكون عنده 3 أوقات مستقطعة، الفترة الأولى والثانية عنده وقتين، الثالثة والرابعة عنده 3، الأولى والثانية يترحلون، لكن ما طبعا يترحلون بين بعض من الأولى للثانية، وأيضا من الثالثة للرابعة يترحلون، لكن من الثانية للثالثة طبعا تنتهي الأوقات مستقطعة مع نهاية الفترة الثانية، وهذه الكرة اللي سجل منها علي الهدهود، أيضا محمد سالمين عامل مجهود اليوم، سجل 10 نقاط لكن عنده ارتكاب أخطاء، شوف هذه اللعبة لمحمد عدنان أيضا عنده 3 أخطاء، بالتالي مباراة مهمة، هذه ثلاثية سعد الرفاعي، مباراة مهمة، الفائز نصف نهائي، فائز اليرموك والجهرة أيضا نصف نهائي، اثنين وعشرين ثانية متبقي، وهجمة لفريق النصر، والفارق 6 نقاط، وهل يستفيد النصر بثنائية ثلاثية، خطأ رميتين، خطأ بثلاث رميات، ممكن يكون خطأ فني، ممكن يكون خطأ سلوك
الغير رياضي، سوء سلوك. محمد نبيل، منصور لسعد، وخطأ، خطأ على الخباز برميتين. هذا عبد الرحمن الشمري طبعا. رميتين لسعد الرفاعي، ضاعت الأولى، صاحب الخمس نقاط. ثلاث رميات ضاعت من فريق النصر، ثلاث رميات، يسجل الثانية أيضا. الأولى ضاعت لكن سجل الثانية. 36-41، وقت مستقطع لفريق الكويت الأول. طبعا هو عنده وقتين، استفاد من واحد الآن. طبعا كان ودنا ان الكاميرا تكون عند المدربين نشوف هذه، لكن ايضا ودنا تكون بالصوت بعد. هذا الكابتن فانيا ديوشا مدرب نادي الكويت، شوف هو اللي على الارض يشرح للاعبين. يعني كان بالسابق المدرب، اللاعبين داخل الملعب والمدرب معاهم برا الملعب. الان لا، اصبح اللاعبين برا الملعب والمدرب برا الملعب يشرحون لهم، وعنده وقت مستقطع مدته دقيقة، 50 ثانية وعشر، 50 ثانية للمدرب وعشر ثواني لدخول الفريق. المدة كلها دقيقة واحدة للوقت المستقطع. طبعا ساعة المباراة فيها هرمين أو صفارتين، صفارة بعد 50 ثانية وصفارة بعد 60 ثانية، العشر ثواني المتبقية تعطي طبعا إشارة أولى لدخول الفريق و الثانية لنهاية الوقت المستقطع. وست ثواني هل يستفيد منها فريق الكويت بعد الوقت المستقطع؟ الآن مساعد العتيبي ومع المولي عبد الله الشمري، نهاية الوقت. كان هو المفروض يصوب، انتهى وقت الفترة الثانية. أعزائي المشاهدين، تقدم الكويت 41-36، إذا فترة ثانية لفريق النصر. الكويت سجل 18 نقطة مقابل 20 نقطة لفريق النصر في الفترة الثانية. استراحة أعزائي المشاهدين، ونعود لاستكمال هذا اللقاء. بالنسبة للمجموعة الأولى للحين غامضة الأمور، يعني نتيجة الفترة الثانية فوز الكويت أو تقدم الكويت 41-36، معانا 20 دقيقة كاملة، لكن حتى الآن الأول والثاني فيها أيضا حسبة. فوز الكويت على النصر، ينتظر اليرموك والجهرة. فوز الجهرة على اليرموك، الجهرة الأول الكويت الثاني. فوز اليرموك على الجهرة، الكويت الأول اليرموك الثاني. في الملعب هذا فوز النصر على الكويت، وفوز الجهرة على اليرموك، النصر الأول جهرة اليرموك، الجهرة النصر الأول جهرة الثاني. فوز اليرموك على الجهرة، اليرموك الأول النصر الثاني، يعني حوسة ما بعدها حوسة في المجموعة الأولى. ننتظر طبعا النتائج حتى الآن. هجمة لفريق الكويت والحيازة لفريق الكويت، الحيازة المتبادلة لفريق الكويت. مصطفى الرفاعي، فهاد سبيعي، عبد الله الشمري، خارج الملعب، خارج الملعب لفريق النصر. طبعا النصر لا زال عنده امل. الفريق الوحيد اللي في الدور التمهيدي فاز على فريق الكويت هو فريق النصر 69-66. في الدوري الممتاز الكويت فاز في لقائين، 80-69 اللقاء الاول، اللقاء الثاني 105-65. لكن يبقى فريق النصر ممكن يحقق مفاجاه مثل ما حققها في الدور التمهيدي، خاصه النتيجه قريبه وثلاثيه من منصور أقرب لبدر العتيبي، وهجمة ب 14 ثانية لفريق النصر. الآن فريق النصر بدر العتيبي، بدر العتيبي، وخطأ على فهد، خطأ على فهد ب
رميتين، أسامة شوقي أحد حكام لقاء هذا اليوم يحتسب خطأ 12 فهاج، بالتالي رميتين لاعب في حالة دخول. شوف هذا الخطأ واضح، يعني الفرصة قائمة للنصر ممكن، والكويت ممكن، الجهرة ممكن، اليرموك ممكن، أربع فرق. ضاعت الأولى من بدر العتيب صاحب الست نقاط، ثلاثيتين عنده بست نقاط، يسجل الثانية، أول نقطة للنصر. فترة الثالثة لبدر العتيبي، عبد الرحمن جمعة، وخطأ، خطأ على سعد، سعد الرفاعي خطأ. خطأ برميتين. رميتين لي عبد الرحمن جمعة، يسجل الأولى، تسع نقاط. عبد الله الشمري أفضل مسجل في الفريقين في النصف الأول، يلي محمد سالمين 13 نقطة عبد الله الشمري، وعشر نقاط محمد سالمين، عشر نقاط الآن عبد الرحمن جمعة، سجل الرميتين بعشر نقاط الآن. بدر العتيبي، منصور، محمد نبيل، وخطأ، خطأ على الخباز، خطأ على حسين الخباز برميتين. عبد الرحمن الشمري خطأ برميتين، شوف هذه اللعبة، برميتين لمحمد نبيل. هذا محمد نبيل على التنفيذ، سجل الأولى، أربع نقاط محمد نبيل، وعنده ثلاث أخطاء، خلاص الآن ما في مجال، يعني الخمس أخطاء مع السلامة. خارج الملعب من عبد الله الشمري، ضاعت الثانية من محمد نبيل، لكن متابعة كانت ما بين الشمري ما بين سعد الرفاعي. هذا سعد تلمس عبد الله الشمري خارج الملعب، سعد مع اثنين. بدر العتيبي هجمة للنصر، طبعا 14 ثانية، 6 ثواني، 5 ثواني، منصور، منصور دلوي، بدر العتيبي تلمس الحلق، أسرع، أربعة من الكويت مقابل اثنين، والخباز ثلاثية، الخباز بالحلق، أقرب لي أحمد نايف، أحمد نايف العنزي، بدر العتيبي 43-38، نتيجة متقاربة جدا ما بين الاثنين. بدر، سعد، منصور مع عبد الرحمن جمعة، خمس ثواني، سعد، بدر ثلاثية من الزاوية الثانية، طبعا انتهى الوقت، لكن الكرة بيد منو؟ بيد عبد الرحمن جمعة، استحواذ مباشر، طبعا تستكمل ما توقف. ومن اللي وقف المباراة؟ صفارة الحكم عبد الرحمن جمعة، دخول ضايعة من عبد الرحمن جمعة. بدر العتيبي، بدر العتيبي يلعبها بالغلط لفهاد سبيعي، ودخول من عبد الرحمن جمعة، المرة هذه يسجلها عبد الرحمن جمعة، 12 نقطة عبد الرحمن جمعة، هذا عبد الرحمن جمعة 45-38، سبع نقاط ما بينهم، سبع نقاط. سعد الرفاعي، منصور، محمد نبيل، لو لف بالشمال افضل له، سعد، نقطتين سعد الرفاعي، ثمان نقاط لسعد، هذا سعد 40-45، يعود الفارق الى خمس نقاط. فهاد، مصطفى، عبد الله الشمري، مصطفى الرفاعي، حسين الخباز، ضايعه من عبد الرحمن جمعة، هجمة للنصر، بدر، منصور دلوي، منصور عنده ثلاثية وثنائية، خمس نقاط، سعد، دخول، محمد نبيل، منصور دلوي ثلاثية، ثلاثية ناجحة لمنصور، توني أقول منصور عنده
ثلاثية لكن يعود ويسجل ثلاثية منصور، خلص الفرق إلى نقطتين. نقطتين الآن ما بين الاثنين، ما بين الكويت وما بين النصر. 45-43. ثلاثية عن طريق مصطفى الرفاعي، ثلاثية أولى وأول تسجيل مصطفى بثلاث نقاط، أيضا يعود الفرق إلى خمس نقاط. جلوي أحمد نايف، منصور جلوي الثانية على التوالي، منصور لكم الثانية على التوالي منصور، يعني عامل موسم جيد منصور السنة هذه، موسم ممتاز. وحتى الآن ب 11 نقطة. ثلاثية عن طريق مصطفى، 14 ثانية جديدة، فرصة للتسجيل لفريق الكويت الخباز. مصطفى أحمد نايف يغطي عليه، ودخول عبد الله الشمري، وخطأ هجومي على عبد الله الشمري، خطأ هجومي لعبد الله الشمري لمصلحة أحمد نايف. هذا عبد الله الشمري سبعة في دفعة، أحمد نايف يعني شوف ماخذ موقع، ماخذ موقع أحمد نايف، صحيح صحيح ماخذ موقع، وخطأ هجومي. الخطأ الثالث على عبد الله الشمري صاحب ال 13 نقطة حتى الآن. ثلاث أخطاء مقابل خطأ، طبعا أخطاء الفريق، في أخطاء فريق في أخطاء لاعبين. الفريق له أربع أخطاء في كل فترة وبعدها تنفيذ جزاءات، اللاعب عنده خمس أخطاء في المباراة ويغادر. سعد منصور ثلاثية تضيع، متابعة بدر العتيبي لكن أقرب لفهد. مصطفى الخباز خطأ على منصور، خطأ على منصور، خطأ الثالث على منصور. أجلوي شوف يعتذر، خطأ طبعا خطأ واضح كان، شوف شوف الخطأ، شوف بالجسم بالجسم شوف. ثلاثية عن طريق مصطفى وفهد سبيعي، فهد خارج الملعب. خطأ على سبعة عبد الله الشمري، خطأ فني، خطأ فني على عبد الله الشمري. نشوف شو اللي حصل، نشوف شو اللي حصل. نشوف شو اللي حصل إذا كان في إعادة. شوف هذه اللعبة، فهد سقط على الأرض وبالتالي دخل معاه محمد نبيل، هو لمس الخط، لمس الخط فهد، إذا خارج الملعب، يعتبر خارج الملعب. عبد الله الشمري شوف أخذ الكرة، أخذ الكرة من فهد وبالتالي شوف ابعدها، والحكم كان ينادي تدخل عبد الرحمن جمعه مع الحكم الان حديث، لكن في رميه الان، في رميه وحيازه لفريق النصر. فارق نقطتين 48-46. رمية وحيدة طبعا نتيجة الخطأ الفني، رمية واحدة يسجلها منصور، 12 نقطة لمنصور. أربع دقائق 52، فارق نقطة واحدة 48-47. سعد خطأ على عبد الرحمن جمعة، خطأ على عبد الرحمن جمعة برميتين في أربعة أخطاء، بالتالي نشوف شوف واقف عبد الرحمن جمعة. رميتين لسعد ممكن تضيع المباراة، ممكن للنصر يتقدم، ممكن يعود فريق الكويت، يعني الفريق اللي يستغل الأخطاء ويستغل الهدوء يفوز، والثانية تضيع من سعد والتعادل
تعادل الآن 48 نقطة لكل فريق. فهد سبيعي، فهد مصطفى، مصطفى الرفاعي، فهد سبيعي، مصطفى، عبد الرحمن، جمعة ثلاثية، نهاية الوقت، نهاية الوقت، نهاية الوقت، نهاية ال 24. إذا دفاع ممتاز لفريق النصر، عطل فريق الكويت، و 48 النتيجة لكل فريق، تبقى النتيجة التعادل 48 الكل. مصطفى، محمد نبيل، محمد نبيل سهلة ضاعت، خطأ على سعد، خطأ واضح، سعد خطأ، هذا فانيا ديوشا طبعا الكل متدمر، الكل جاي على طبعا على الحكام، يجب ان يكون هناك حسم وقت للكلام من الحكام حتى ما يكون هناك فرصه. عبد الرحمن جمعه يصوب، احمد نايف عامل مجهود طيب، احمد نايف لاعب خبره، محمد نبيل، محمد نبيل، سعد، بدر العتيبي لمنصور خارج الملعب. دخول احمد المطيري بديل لمصطفى الرفاعي. مباريات مثل هذه تحتاج خبره، تحتاج لاعبين يمسكون المباراه في اوقات معينه. فهد سبيعي فريق الكويت، تصويبه ونقطتين لفهد سبيعي، تقدم الكويت الان 5 نقاط، فهد سبيعي 9 نقاط سجلها فريق الكويت مقابل 12 نقطة لفريق النصر. سعد، مخالفة على سعد، مخالفة صحيحة، مخالفة على سعد الرفاعي، شوف الحكم رافع ايده لما يلمس اللاعب الكره ينزل ايده. سعد، عبد المنعم، مخالفه الرفاعي، خطا على احمد نايف، 14 محمد نبيل، محمد نبيل، شوف هذه اللعبه، هو الخطا على محمد نبيل وليس على احمد نايف. دقيقتين 39 50 48، الفتره الاولى انتهت لفريق الكويت 23 16، الثانيه للنصر 20 18. الان مختلفه الاوضاع، يعني الفائز مولود والخاسر مفقود، لأن الفائز يصل للنصف نهائي والخاسر يغادر. ضاعت الأولى من الخباز، أول رمية تضيع من الخباز، وأول رمية تحصل عليها الخباز ويسجل الثانية، عنده 5 نقاط بس الخباز، ليش أقول بس الخباز، أفضل، عنده أفضل من الـ5 نقاط اللي مسجلها. أحمد نايف دخول، متابعة، ضاعت، كان ممكن يسجل احمد نايف 51 48، ثلاثيه ضاعت من فهد. يعني اللي يفوز بهذا اللقاء عنده العربي او كاظمه حسب نتائج او نتيجه مباراه اليرموك والجهره. فوز الجهره على اليرموك، الجهره الاول يقابل الثاني،
ولو الثاني قابل كاظمه. سعد نقطتين لسعد، عنده امكانيات سعد يركز في اللعب افضل، يعطي افضل، يسجل افضل. 11 نقطة مسجل حتى الآن سعد، دقيقة و50 ثانية الفترة الثالثة متبقي، 50-51. أحمد المطيري محمد عدنان نقطتين على الواقف بهدوء، 4 نقاط محمد عدنان. سعد الرفاعي، سعد منصور، تعود لمنصور، خطأ على فهد، خطأ لفهد برميتين، يفترض انه يكون برميتين لان الفريقين عليهم 4 اخطاء. رميتين لمنصور، منصور الخطأ على فهد. منصور جلوي صاحب ال 11 نقطة وأفضل، 12 نقطة منصور، 12 نقطة، 13 نقطة الآن، هو أفضل مسجل في فريق النصر منصور جلوي، لكن اليوم ما احنا شايفين العشرينات، يعني العادة يكون لاعب مسجل موصل 20، اليوم افضل واحد منصور، هو الان افضل في الجانبين، منصور ب 14 نقطة. في الكويت عبد الله، عبد الله الشمري 13 نقطة. احمد المطيري الخباز يوصلها لمحمد عدنان لكن مقطوعة قبل ما يستفيد منها محمد عدنان. سعد منصور ثلاثية اقرب لاحمد نايف، كنت تسمعون المدرب يقول ايزي هدي، مخالفة محمد عدنان ضرب الكرة بالقدم، مخالفة 14 ثانية. هذا محمد عدنان شقيق حمد عدنان اللي طبعا يفتقد جهوده فريق الكويت، سافر الدراسة الله يوفقه، طبعا مستقبل لاعب مهم جدا. سعد دخول مخالفة، باين انه لامس الخط، سعد لعبها بشكل جميل لكن لمس الخط، لمس الخط ومعاه الكرة، هذا الشرط، او حتى لو لامس الكرة ايضا يلمس الخط مخالفة. 53-52 اخر 30 ثانية فترة ثالثة، القباز دخول تصويبة متابعة اقرب لبدر والخطأ على فهد. عبد الرحمن الشمري حكم الثاني في هذا اللقاء يحتسب خطأ على فهد، خطأ واضح على فهد، إذا فهد سبيعي بأربع أخطاء، عبد الله الشمري بأربع أخطاء، دخول مساعد العتيبي لاعب فريق الناشئين، يعني تحت 17 سنة مسموح، مسموح يشارك مع الفريق الأول، وفرصة، فرصة اللاعبين اللي عندهم مواهب وعندهم مجهود ممكن يبانون في فرق الدرجة الأولى، وهذا يعني شيء طيب، فرصة من الاتحاد أعطى فرصة للاعبين. سجل الأولى العتيبي وسجل الثانية العتيبي، 9 نقاط لبدر العتيبي، تقدم أول لفريق النصر، تقدم أول لفريق النصر، يعني فوز النصر اليوم وفوز الجهرة في صالة الكويت، النصر الأول، الجهرة الجهرة الثاني، كل الاحتمالات موجودة. الخباز وأحمد نايف، الخباز لأحمد المطيري ثلاثية، والمتابعة محمد عدنان، لا زالت نهاية الوقت، نهاية وقت الفترة الثالثة، النصر يتقدم، النصر يتقدم على الكويت 54-53، 12 نقطة سجلها الكويت بالفترة الثالثة، 18 نقطة سجلها النصر بالفترة الثالثة، إذا النصر أفضل فترتين، الثانية
والثالثة النصر أفضل. الكويت فقط في الفترة الأولى كان متقدم 23-16، الثانية النصر تقدم 20-18، الثالثة الآن النصر يتقدم 18-12، ويتبقى معانا أهم 10 دقائق بين الفريقين في عمر المباراة ما بين النصر وما بين الكويت. وقلت أنا الفائز مولود والخاسر مفقود، لأن الخاسر يودع خلاص، ما في مجال الآن للتعويض. شنو الاحتمالات؟ طبعا فوز النصر وفوز الجهرة، النصر الأول الجهرة الثاني، فوز الكويت وفوز الجهرة، الجهرة الأول الكويت الثاني، فوز النصر وفوز اليرموك، اليرموك الأول النصر الثاني، كلها احتمالات مفتوحة. فوز النصر وفوز الكويت، الكويت فوز اليرموك وفوز الكويت، الكويت الأول اليرموك الثاني، وهذه كل احتمالات، 4 احتمالات موجودة، من يكون الأول من يكون الثاني في المجموعة الأولى. لكن الفائز هو متأهل، مباراة الكويت والنصر، مباراة اليرموك والجارة، الفائز متأهل، لكن من يكون الأول من يكون الثاني؟ ذكرت الاحتمالات كلها، ومتبقي الآن 10 دقائق. بانتظار بداية الفترة الرابعة، أهم 10 دقائق في عمر المباراة، 54 النصر، 53 الكويت. الكويت بطل الدوري، النصر رابع الدوري، دوري ممتاز، لكن يبقى من يقدم في 10 دقائق هو من يتأهل. سهم الحيازة لفريق النصر، أحمد نايف، سعد، بدر العتيبي، أحمد نايف، دخول محمد سالمين، مقطوعة من عبد الله. يعني محمد سالمين كان ماخذ موقع ممتاز، لكن وصلت الكرة من أحمد نايف بشكل أيضا ممتاز، لكن ضاعت، طبعا ما ضاعت مقطوعة، الآن ضاعت من بدر. أحمد المطيري الكويت، عبد الله الشمري، والخطأ على بدر، خطأ على بدر المطيري، بدر العتيبي، بدر العتيبي وأحمد المطيري، لكن خطأ في رميتين. الروح الطيبة ما بين عبد الله الشمري وما بين أحمد نايف، لكن الخطأ على بدر العتيبي، خطأ ثاني على بدر العتيبي، عنده خطين 9 نقاط. عبد الله الشمري الفترة الثالثة ما سجل ولا نقطة، وعنده 4 أخطاء وعنده 13 نقطة، الآن 14 نقطة، تعادل. أول نقطة الفترة الرابعة لعبد الله الشمري، والمتابعة أحمد المطيري، لكن أقرب لبدر العتيبي، سجل واحدة وضع واحدة عبد الله الشمري، تعادل 54 لكل فريق. بدر، سعد، دخول من سعد، اقرب لي عبد الله الشمري، سريع الخباز، طبعا سريع راح يعاني من السرعه فريق النصر، ثلاثيه عن طريق احمد المطيري، واحمد المطيري لكن مقطوعه من النصر، سريعه على سعد، سريعه على سعد، على سعد الرفاعي، محمد عدنان، ساعد العتيبي، خطأ هجومي على مساعد العتيبي،
اليوم اخوان ضد بعض، يعني مساعد العتيبي واضحه الدفعه من مساعد ضد بدر العتيبي، مساعد الكويت بدر النصر، سعد الرفاعي ومصطفى الرفاعي، واحد الكويت واحد النصر، طبعا يعني عادي، امور عاديه جدا. منصور بنوي ثلاثيه، ثلاثيه نادح علي منصور المتالق اليوم، منصور نجم المباراه، منصور حتى الان 17 نقطه، 57 54، حسين الخباز، محمد عدنان، ثلاثيه عن طريق مساعد اقرب لاحمد نايف، استخدم قدمه احمد نايف، استخدم قدمه احمد نايف، هذه الروح اللي نتمناها دائما. وقت مستقطع، اول وقت مستقطع فريق الكويت، النصر يتقدم الان 57 54، النصر يفتقد طبعا لجهود كابتن الفريق يوسف عقاب المطيري، شوف سحبها بقدم، مشكور مخرجنا، مشكور استاذ حسين قنبر على هذه الاعاده الواضحه، يعني اعاده تبين سحب احمد نايف الكره بالقدم، وبالتالي استفاد من اللعبه، وهي مخالفه ب 14 ثانيه الان لفريق الكويت. يحاول المدرب فانيا جيوشا الاستفاده من هذه الهجمه، تسجيل ثنائيه ثلاثيه خطا، يعني الاخطاء مو صالح فريق النصر، الكويت عنده بنش، عنده احتياط، النصر عنده اربع اخطاء، محمد نبيل ثلاث اخطاء، محمد سالمين ثلاث اخطاء، منصور خطأين ل بدر، خطأين ل سعد، الكويت عنده يعني الوحيد اللي عنده اربع اخطاء هو فهاد وعبد الله الشمري، ايضا هناك عبد الرحمن جمعه ثلاث اخطاء، لكن عنده بنش محمد عدنان، وخطا خطا بنقطتين لمحمد عدنان، خطا على محمد سالمين، نقطتين محمد عدنان، هذا محمد عدنان ايضا من لاعبين الشباب في صفوف الكويت، يسجل سبع نقاط الان محمد عدنان، تعادل 57، ثمان دقائق متبقي، بدر سعد ثلاثية، ثلاثية لسعد الرفاعي، تعطي أفضلية لفريق النصر والتقدم الآن 60 57، عبد الله الشمري ثنائية عن طريق مساعد، محمد عدنان يخطفها منه بدر، لا زالت بينهم الخباز، والخطأ على بدر، خطأ على بدر العتيبي، رميتين شوف هذه اللعبة، رميتين للخباز، يسجل الأولى حسين الخباز، ست نقاط الخباز، يعني عنده أفضل خباز، سجل الثنتين حسين الخباز، سبع نقاط الخباز، 59 60، سعد الرفاعي، بدر العتيبي، النصر، احمد نايف الضيع، اقرب لمنصور، دخول منصور، خطا، خطا على مساعد، خطا على مساعد العتيبي، رميتين لاحمد نايف،
لمنصور، منصور عفوا، منصور الدوي. شوف هذه اللعبة منصور، لكن قام انه هو صاحب الرميتين. 60-59 للنصر. ضاعت الأولى من منصور، أول رمية تضيع من منصور. يسجل الثانية منصور، 18 نقطة لمنصور في المباراة. ساعد أحمد المطيري، ساعد العتيبي، حسين الخباز، أحمد المطيري، مساعد ثلاثية، أقرب لي محمد عدنان يصوب، أقرب لي سعد، سعد طبعا لازم يسلمها لبدر العتيبي، ليش؟ هو صانع الألعاب. منصور، محمد سالمين، محمد سالمين، سعد، بدر، دخول سعد، ثلاثية تضيع بين الاخوان، بين الاخوان. خطأ الرابع على بدر، أربع أخطاء بدر وتسع نقاط. واحد 69-59، ساعد العتيبي، أحمد المطيري، محمد عدنان، ساعد، دخول أحمد المطيري، محمد عدنان، خطأ على محمد سالمين، خطأ على محمد سالمين. جوا محمد سالمين، خلص خلص محمد سالمين، خمس أخطاء. خارج الملعب، خمس أخطاء. طبعا أعطى رقم ثاني لكن عدل الحكم رغم اللاعب، والتالي محمد سالمين خمس أخطاء، خلاص يغادر، يغادر الملعب. اللي واحد ممكن يرجع له طبعا، خلاص خمس أخطاء. محمد عدنان يسجل الأولى، ثمان نقاط محمد عدنان، 60-61 لا زالت للنصر. سجل التعادل محمد عدنان، مرة ثانية التعادل في الفترة الرابعة. سعد الرفاعي لمحمد نبيل، محمد نبيل، بدر العتيبي، منصور، دخول منصور، تصويبة أقرب لأحمد نايف، أحمد نايف وضيع محمد نبيل، متابعة، ثلاث كرات ضاعت من النصر على التوالي. 61-61 الخباز، محمد عدنان، وخطأ على سعد، خطأ على سعد الرفاعي. رميتين، 5:39 وقت مستقطع للنصر. شوف هذه اللعبة يعني مدرب طلب وقت مستقطع بعد الرميات. سجل الأولى محمد عدنان، ثلاث نقاط على التوالي، تقدم أول فترة رابعة لفريق الكويت. سجل الثنتين وقت مستقطع لفريق النصر، طلب وقت مستقطع حتى يستفيد، يعني قبل الرميات ما يدري شنو الوضع، الان الكره معاه، هو يبي الكره معاه، المدرب يبني خطته على هالاساس. 63-61 والمتبقي 5:39 ثانيه والنتيجه لا زالت داخل الملعب.
ما في أخبار طبعا عندنا حتى الآن. نتيجة اليرموك والجهرة طبعا ما وصلتنا حتى الآن، ننتظر. النتيجة إذا وصلتنا راح نبلغكم على طول. مبارتين مهمين اليوم. يرموك والجهرة في نادي الكويت، الكويت بالنصر في نادي كاظمة. كاظمة خلاص تأهل في المجموعة الثانية الأول، ينتظر الثاني من المجموعة هذه. العربي لقاء القادم أيضا مهم، وعطفا على ما قدمه كل فريق في المرحلة السابقة ما بين العربي وصليبيخات. العربي أفضل لكن ممكن صليبيخات يعملها ويفوز اليوم. كل شيء موجود، كل شيء متوقع. بدر العتيبي، أحمد نايف، وخطأ على مساعد العتيبي، خطأ على مساعد العتيبي. محمد أبو عباس مساعد المدرب، محمد الرجيبة موجودين طبعا المباراة القادمة. شوف في ضرب، في إعاقة، في إعاقة، في إعاقة، وبالتالي خطأ. منصور دلوي، بدر العتيبي الغائب عن التسجيل، محمد نبيل، نقطتين محمد نبيل وخطأ، نقطتين محمد نبيل خطأ على محمد عدنان، خطأ، نقطتين رمية إضافية. شوف هذه اللعبة، يسجل الرمية الإضافية محمد نبيل، سبع نقاط محمد نبيل. هجمة لفريق الكويت، أحمد المطيري، لا زالت، ساعد العتيبي، حسين الخباز، حسين الخباز، آخر أربع ثواني، محمد عدنان، والمتابعة تثمر، متابعة مساعد العتيبي، نقطتين، أربع نقاط لمساعد العتيبي. خمسة وستين، أربعة وستين، منصور صعبة، منصور، بدر، محاولة لا زالت، أحمد نايف، أحمد نايف قصيرة تعود، أحمد نايف يقطعها من عبد الله الشمري، وأحمد نايف تضيع، أحمد نايف هجمتين على التوالي ضاعت من أحمد نايف. 65 64 أربع دقائق عشر ثواني، ثلاثية عن طريق الخباز، أقرب لمحمد عدنان، 14 ثانية سكند تشانس، فرصة ثانية، محمد عدنان، أحمد المطيري، مساعد العتيبي، مساعد العتيبي خطأ هجومي على مساعد العتيبي، الخطأ الخامس على مساعد العتيبي صاحب الأربع نقاط. يعود فهد، فهد الضفيري، طبعا خمس أخطاء، شوف واضحة، واضحة، شوف الحكم أيضا حاسبها. خمسة وستين، أربعة وستين، واحد من الحكام حسب هدف، واحد حسب شارد، وإذا كان ممكن نشوفها مخرجنا قبل لا نبتدي الهجمة، ممكن إعادة، معلش نشوف الكرة كانت مع اللاعب أم صوب، إذا كان صوب يجب أن تحتسب، إذا كانت مع اللاعب طبعا خطأ هجومي. عموما هجمة للنصر، خطأ هجومي أيضا على سعد الرفاعي. 65 64 الفريقين بخمس أخطاء، يعني خلاص الجزاءات واضحة. شوف هذه الهجمة،
واضحه طبعا، حتى اللاعب لما يتخلص شوف هذه كره مساعد، شوف لا 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 ما هي باسكت، ما هي باسكت، ما هي باسكت، صحيح ما هي باسكت لان لعب باص. الثنتين مهم يعني، الخطأين هجوميين صحيح، لكن ما في باسكت لفريق الكويت لان لعب باص لعبد الله الشمري، مو هو اللي مصوب، عبد الله الشمري، والخطأ على منصور، خطأ على منصور، عبد الله الشمري برميتين. ثلاث دقائق 26 ثانية متبقي، شوف منصور عمل الخطأ بالتالي دفع عبد الله الشمري ناحية محمد نبيل، لكن الخطأ هو على منصور. أربع أخطاء صعبة 18 نقطة، عبد الله الشمري على التنفيذ، أربع أخطاء أيضا عبد الله الشمري، والنتيجة لا زالت 65-64. سجل الأولى عبد الله الشمري، 15 نقطة عبد الله الشمري. سجل الثانية أيضا، منصور، ثلاثية من منصور، خطأ، خطأ على الخباز، خطأ على الخباز، 67-64، ثلاث رميات، خطأ ثلاث رميات، نشوف نشوف الإعادة، شوف هذه اللعبة في احتكاك طبعا، الحكم قريب، يعني في امور ما نقدر نلزم فيها، لكن الحكم قريب احتسب الخطا، ضاعت الاولى من منصور. هذا منصور على التنفيذ، منصور جلوي، يسجل الثانيه، عنده ثلاث رميات لانه كان مصوب من خارج القوس. سجل الثانية منصور، 19 نقطة لمنصور. ثلاث دقائق 15 ثانية المتبقي، 67-65، ضاعت الثانية، أقرب لمنصور خارج الملعب، ثلاث رميات ضاعت من منصور في الفترة الرابعة، لكن يبقى منصور هو الأفضل حتى الآن ب 19 نقطة وعنده أربع أخطاء. عبد الرحمن الجمعة، أحمد المطيري، فهد لعبد الرحمن الجمعة، الضيع، أقرب للعتيبي، الخباز، الخباز دخول، أكثر من لاعب، عبد الرحمن الجمعة، أحمد المطيري، طبعا 10 ثواني الآن، أحمد المطيري ثلاثية، الضيع، أقرب لبدر، بدر العتيبي، 67-65، منصور، محمد نبيل، دخول من محمد نبيل، سعد، بدر، بدر العتيبي، دخول، خطأ هجومي على بدر العتيبي، خطأ هجومي على بدر العتيبي، هو الخامس. خمس أخطاء، يغادر حتى الآن ثلاث لاعبين غادر، محمد سالمين والعتيبي من النصر وأيضا العتيبي من الكويت، يعني الإخوان العتيبي متعادلين في الأخطاء، خمسة خمسة، غادر الملعب، يبقى الوقت دقيقتين وخمسة وعشرين وتبقى النتيجة لفريق الكويت، الفوز يعني التأهل طبيخات المباراة القادمة مع العربي. عزيز المولي بديل لبدر العتيبي، واحمد المطيري، فهد الضفيري اللي كان عنده اصابه وعاد، ثلاثيه من الخباز، اقرب لي محمد ماجد، واحمد المطيري، خطا، خطا احمد المطيري، اخطاء بالجمله اليوم، يعني الكويت 25 خطأ.
26 خطأ النصر، يعني نسبة عالية، نسبة عالية بالأخطاء، أكثر من 50 خطأ ما بين الجانبين. محمد ماجد يسجل الأولى، 7 نقاط لمحمد ماجد، فترة الثالثة لم يشارك، الرابع الآن يشارك بديل. يسجل الثانية، بديل لأحمد نايف، بديل لأحمد نايف. 67-67، وعبد الله الشميري تحت السلة لعبد الرحمن جمعة. الباك دور مفتوح يا شباب النصر. 69-67، دقيقة و52 ثانية، صعبة الحسبة والأمور صعبة. وقت مستقطع ثاني لفريق النصر، تبغى الدقيقة و52 ثانية. الفيصل ما بين المتأهل للنصف نهائي، بانتظار نتيجة اليرموك والجهرة. طبعا حتى الآن ما وصلتنا، إذا وصلتنا راح نبلغكم. تسعة وستين سبعة وستين. طبعا هذه الأخطاء الهجومية اللي قلنا قبل شوي، لكن هي طالب الكويت باحتسابها. سجل عبد الله الشمري مو مساعد، لان مساعد اللي كان في حاله الدخول، لكن الخطا كان على مساعد، وبالتالي عبد الله الشمري نقطتين ما هم محسوبين. اخر دقيقه و52 ثانيه في هذا اللقاء. آخر دقيقتين طبعاً لإدخال بعد الوقت المستقطع لنفس الفريق من منتصف الملعب، ملعب الفريق الثاني. عبد العزيز المولي، منصور لوي، محمد ماجد لعبها للسيسي، ومخالفة، مخالفة على السيسي. في ملعب الكويت الجهرة فاز على اليرموك، وبالتالي فوز الجهر على اليرموك، تأهل الجهر. إذا فاز الكويت الجهر الأول، الكويت الثاني. إذا فاز النصر، النصر الأول، الجهر الثاني. واليرموك خلاص يعني قدم مستوى طيب، لكن ودع. ثلاثية من الضفيري، أقرب لي محمد ماجد. 69-67، مخالفة على سعد، يعني في تسرع، في تسرع. دقيقة وعشر ثواني، هذا سعد الرفاعي، فهد أحمد المطيري، فهد أحمد المطيري، حسين الخباز، أحمد المطيري، الخباز، ثلاثية الخباز. الضيع للشمري نقطتين، عبد الله الشمري، عبد الله الشمري نقطتين. يعطي شانس اقوى لفريق الكويت، فرصه افضل لفريق الكويت. 71-67، 4 نقاط، 50 ثانيه متبقي. شوف هذه اللعبه لعبها فهد الضفيري بالخبره، وسجل منها نقطتين عبد الله الشمري. في ملعب الكويت الجهرة فاز على اليرموك، وبالتالي الجهرة تأهل. فوز الكويت الجهرة الأول والكويت الثاني، يعني الاحتمالات. الجهرة يلاعب العربي إذا فاز على صليبيخات اليوم، وهذا محتمل طبعا، لكن ما يمنع أن صليبيخات ممكن يفوز. والكويت يلاعب كاظمة. فوز الصليبيخات طبعا ما راح يأثر على وضع كاظمة، كاظمة الأول، أول خلاص، خلص ثلاث مباريات، ثلاث مباريات فوز. هذا الصليبيخات أمامنا يستعدون المباراة القادمة مع العربي. فوز العربي تأهل مع كاظمة. طبعا هي نتيجة مباراة اليوم
الكويت إذا فاز هو الثاني، الجهر الأول جهر اللاعب الثاني في المجموعة الثانية أقرب للفرصة للعربي طبعا قياسا على ما قدمك الفريق في الموسم هذا. يبغى الكويت يلاعب كاظمة في الدور نصف نهائي. منصور سعد محمد نبيل تضيع سعد تحت السلة الخباز ضاعت الفرصة ضاعت الفرصة. الآن الكويت راح يلعب بال 24 ثانية. خطأ على منصور خطأ خامس على منصور خطأ خامس على منصور يغادر منصور خمس أخطاء. برميتين 55 خطأ في لقاء اليوم أخطاء كثيرة يعني في أخطاء كان ممكن التغاضي عنها. طبعا المباراة إدارة ما هي صفارة تكلم عن إدارة مباراة. 71-67 30 ثانية كابتن الفريق منصور يغادر بخمس أخطاء. حسين الخباز على التنفيذ يسجل الأولى الخباز 8 نقاط مسجل الخباز في المباراة. 72-67 الثانية يسجلها الخباز فرق 6 نقاط الآن 7 نقاط. مقطوعة من أحمد المطير يشوف لعبها بالشمال خلاص 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 العشرين ثانية الأخيرة الخباز خلاص الفرق 6 نقاط. الكويت يتأهل الكويت والجهرة التأهل للنصف نهائي. مبروك لفريق الكويت فوز على النصر 73-67. إذن الغلبة لفريق الكويت في النهاية. الكويت سجل 20 نقطة الفترة الرابعة النصر سجل 13 نقطة في الفترة الرابعة وبالتالي الكويت يتأهل للنصف النهائي هو والجهرة. الجهرة الأول في المجموعة الأولى بعد فوزه على اليرموك. الكويت الثاني في المجموعة الأولى بعد فوزه على النصر 73-67. إذا مبروك لفريق الكويت هارلك لفريق النصر وتحياتي معلق مباراة أحمد العصفور تحيات مخرج هذه المباراة حسين قنبر وأيضا تحيات جميع من عمل في نقل هذه المباراة بشكل جميل. نلقاكم في لقاءات قادمة ومع السلامة.